المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربي. ولقد جئت اليكم اليوم على قدمين ثابتتين. انني لم اجئ اليكم لكي اعقد اتفاقا منفردا بين مصر واسرائيل. ليس هذا واردا في سياسة مصر. فليست المشكلة هي مصر واسرائيل. واي سلام منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين أي دولة من دول المواجهة وإسرائيل فإنه لن يقيم السلام الدائم العادل في المنطقة كلها.